بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أمرنا بالدخول في دينه كافة فرائضه ونوافله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والصلاة والسلام الأتمان الأكمل على من بعث إلينا ليكون لنا فيه أسوة حسنة في كل شؤونه صلى الله عليه وسلم، في قيامه وقعوده وحركاته وسكونه، القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين المشرفين بشرف اتباع السنة القائلين: الاعتصام بالسنة نجاة، رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. نستعرض هذه الليلة رسالة قيمة ومفيدة يجدر التذكير بمعانيها بين وقت وآخر، وهي رسالة ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية لفضيلة الشيخ عبد السلام ابن برجس ابن ناصر آل عبد الكريم رحمه الله تعالى، وهو من الدعاء السلفيين الذين توفوا منذ سنوات قليلة في ريعان شبابهم، وكان حسن التأليف جدا ومتبعا للدليل وللأثر، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن أحق ما اعتنى به المسلم وأولى ما صرف فيه أوقاته العمل الدؤوب على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتجسيدها في حياته اليومية ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ذلك بأن غاية المؤمن تحصيل الهداية الموصلة إلى دار السعادة، وقد قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وهذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرف المؤمن ومنزلته إنما تقاس باتباعه، فكلما كان تحريه للسنة أكثر كان بالدرجات العلى أحق وأقدر. ولذلك كان العلماء السابقون من السلف الصالح يجعلون معيار من يؤخذ عنه العلم وهو أشرف مأخوذ تمسكه بالسنة، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا إذا أتوا الرجل يأخذون عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. وقال أبو العالية: كنا نأتي الرجل لنأخذ عنه فننظر إذا صلى، فإن أحسنها جلسنا إليه وقلنا هو لغيرها أحسن، وإن أساءها قمنا عنه وقلنا هو لغيرها أسوأ. وعن ذي النون المصري أنه قال رحمه الله: من علامة المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. وهذا حق مأخوذ من كتاب الله تبارك وتعالى، قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن البصري: فكان علامة حبهم إياه اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: فاتبعوه، يعني على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس. ولقد كان للعلماء الربانيين على مر العصور يد ظاهرة في الحث على العمل بالسنة بمعناها الأصلي إرشادا وتعليما وتأليفا، وبفضل الله ثم بفضل هذه الجهود المبذولة التي فنيت فيها الأعمار وتجشمت من أجلها الأخطار وأوثر في سبيلها الإعسار على الإيسار، وصلت إلينا السنة مكلوءة محفوظة مخدومة، لينصب جهدنا على تعلمها والانقياد لها والدعوة إليها. ولم تزل بحمد الله وتوفيقه وإعانته في كل عصر من العصور
طائفة تصرف همها وتنشئ أبناءها على العناية العظيمة بالسنة النبوية، لا فرق في ذلك بين شيء منها، الكل يؤتى به كما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بضابطه الشرعي الوارد في الحديث الصحيح: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يدعون إلى الأخذ بالسنة والحرص عليها جملة وتفصيلا، وينكرون على من حاد عن هذا الطريق بأي نوع من أنواع الحيدة. أولئك الذين قال فيهم أبو عبد الله الحاكم: قوم سلكوا محجة الصالحين واتبعوا آثار السلف من الماضين ودمعوا أهل البدع والمخالفين بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. فعقولهم بلذاذة السنة غامرة، وقلوبهم بالرضاء في الأحوال عامرة، تعلم السنن سرورهم، ومجالس العلم حبورهم، وأهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤهم. إلا أن هذه الطائفة المنصورة الناجية لا تسلم في كل عصر من جاهل أو صاحب هوى يكيد لها المكائد وينصب لها العداء ويلصق بها أعظم الفرى. وما وجدت هذه الطائفة الناجية في هذا الزمن أشد وأنكى من أولئك الذين وقفوا في وجه السنة يريدون إطفاء نورها وتزهيد المسلمين فيها بتلك الطرق والوسائل المبطنة التي يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ولقد تشكل هذا الوقوف في وجه السنة في صور، كل صورة تلائم الظرف الذي نظم لها أن تنزل فيه. فتارة يشنع على فاعل السنة باسم تفريقه بدعوة الناس إلى السنة، تفريقه وحدة المسلمين وكذبوا وأيم الله، يعني هو يشرع هنا في الكلام على طائفة يضعون المتاريس والعقبات في وجه السنة، خلافا لما أوصى به الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى حين قال: دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي. وقال بعض السلف أيضا: استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء. فهؤلاء يزيدون الغربة على الغربة بما يضعون من العقبات التي تحول بين الناس وبين اتباع السنة. لا شك أن أشنع وأفحش صور معاداة السنة والوقوف في سبيلها والحيلولة دون الاهتداء بنورها هذه الطائفة القرآنية الضالة الذين ينكرون السنة أصلا ويزعمون أنهم يتحكمون فقط إلى القرآن الكريم. ثم تأتي بعدها دركات بعضها أسفل من بعض في صور الانحراف عن السنة الشريفة، مع أنه لا يعلم على الإطلاق، على الإطلاق ما نعلم في أي مذهب أو فكر أو مدرسة فكرية على وجه الأرض، سواء في دين سماوي أو دين أرضي أو مذهب اقتصادي أو فلسفة أو نحو ذلك، لا نعلم أبدا في عالم الأفكار والمذاهب أن يعطي أحد نفسه الحق في أن يعبث بأفكار مؤسس هذا المذهب، هذا إن كان شخصا من البشر. فمن إذا ذكرت الماركسية فهناك بنود محددة لهذا المذهب، إذا ذكرت الفرويدية، إذا ذكر أي نوع من المذاهب ينسب لمؤسسه، حتى في الأحزاب السياسية مهما كانت ضلة أو منحرفة كل حزب بيقاله نظام أساسي وأفكار أساسية يتميز بها عن غيره. عندهم اصطلاح بيسموه الالتزام الحزبي، الالتزام الحزبي، يعني من انتمى إلى الحزب فلا بد أن يظهر ويعلن من ضمن ولائه للحزب وانتمائه الالتزام الحزبي أنه ما يخرج عن الخطوط العامة للحزب. فحزب علماني إذا دعا واحد منهم إلى الدين مثلا وتحاكم إلى الدين فهنا خرج عن الخط العلماني للحزب، فهذا انحراف، يبقى ما عندوش التزام حزبي. فلماذا في الإسلام بالذات لا نحافظ على الالتزام السني؟ كيف يعبث هؤلاء أو تطوع لهم نفوسهم أن يعبثوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أرادوا أن ينحرفوا عنها أو يرفضوها هذا شأنهم وحسابهم على الله، لكن أن يعبثوا في السنة بأن تصبح إحدى طرق التنفير من الشرع الشريف تبتر من السنة أجزاء، هذا مرة بدعوى أنها تتصادم مع العقل، وذاك بأن هذا تشدد وهذا بتطرف وإلى آخره. فالإعراض عن السنة في حد ذاته إن شاءوا أن يختاروا لهم طريق هذا الإعراض فليكونوا صرحاء، لكن لا يعمدوا إلى السنة نفسها وإلى الإسلام نفسه ليمارسوا فيه البتر والتشويه والتحريف بدعوة من هذه الدعوة. فإحدى صور الصد عن سبيل الله وتنفير الناس من السنة تشنيع على من يدعو إلى السنة بأنه يفرق المسلمين، تماما كما رأينا في فتنة حزب حسن نصر المسمى بحزب الله زورا وبهتانا
فهنا التشريع مش بس في السنة كنوافل أو كذا أو كذا، لا، سنة بالمعنى المعروف أنها في مقابلة الشيعة، أهل السنة في مقابلة الشيعة. فأصبح الوضع من جهل الناس وغلبت الغفلة عليهم أنهم لا يعرفون من العدو ومن الصديق، يترحمون على الخميني وهو عدو للإسلام وعدو لله وعدو لرسوله، لعان الصحابة، شتام الصحابة، مكفر الصحابة، وعلى خطاه يمشي هذا الخميني الصغير، خميني العرب. فما حصل لعقول هؤلاء الناس الذين يتهاونون ولا يعرفون عدوهم من صديقهم؟ والأيام تلد كل عجيب. بالأمس اعتقل الشيخ الحارث الضاري كبير علماء السنة في العراق. لماذا؟ لأنه يحرض على الفتنة بين السنة والشيعة، وهو كبير علماء السنة في العراق. في المذابح يوميا اللي تسمع عنها في النشرات عثر على قتل مجهول الهوية، هؤلاء ليسوا إلا شباب أهل السنة يقتلون في الشوارع، مذابح لم تتوقف. ثم ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ملئ تمنهم الله على حراسة الدين وعلى حراسة الأمة، يكررون الأسطوانة المشروخة بتاعة الوحدة بين المسلمين وكذا وكذا، التفريق بين المسلمين على أساس الحق، هذا مطلوب. ألم يأتي في وصف النبي عليه السلام في التوراة كما في البخاري ومحمد فرق بين الناس؟ إيه معنى فرق؟ إيه معنى الفرقان؟ قرآن فرقان، فرق حتى بين الأب وأبيه، بين الزوج وزوجه على أساس العقيدة. فكون الحق يفرق، فهذا التفريق هدف في حد ذاته، أن يميز الله سبحانه وتعالى بهذا الفرقان بين الخبيث من الطيب. أما أن تختلط الأمور ويتنازل الناس حتى عن العقيدة، فهذا هدم للإسلام في الحقيقة، وسرعان ما ستنكشف حقيقة الأمر، ويعود المسلمون أشد تفرقا مما أرادوا أن يدفعوه من التفرق. فمن أكبر الجرائم، من أكبر الجرائم التي ترتكب الآن ضد السنة، بمعنى السنة التي هي منهج أهل السنة والجماعة، العقيدة، عقيدة التوحيد، ما يحصل من مهادنة الرافضة الذين يعلنونها حربا شعواء على السنة في كل مكان. حتى في لبنان الآن حزب الله بدأ يستأسد ويمارس الضغوط، لأنه يريد أن يستأثر بأشياء كثيرة فوق حجمه وفوق استحقاقاته. لماذا؟ بحجة أنه قاتل اليهود وفعل وفعل. على أي الأحوال هذه ليست قضيتنا الآن، لكن هذه من أشنع صور الانحراف عن السنة، غض الطرف عن جرائم هؤلاء ضد السنة، ضد القرآن الكريم، ضد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلى غير ذلك من الانحرافات التي تجعل دينهم دينا مختلفا تماما عن دين الإسلام. ومن أراد أن يتحرى فليرجع إلى رسالة الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. هذه رسالة يعني في غاية القوة، مهمة جدا، اسمها الأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية، وهي متوفرة، رسالة قيمة جدا مختصرة، وفيها كلام علمي رصين يكشف حقيقة هذا الدين الذي يجد الآن له من بيننا ومن بين بني جلدتنا من يروج له ويبشر به ويصد الناس عن دين الله الحق. التشريع على السنة يأخذ أحيانا صورة هذا التشريع كما ذكرنا، أن هذه أشياء تفرق المسلمين وتمزق وحدتهم وكذبوا وأيموا الله، وتارة بالهمز واللمز على المعتنين بالسنن النبوية بحثا وتقريرا وعملا ودعوة، وذلك تحت مظلة تقسيم الدين إلى جزئيات ينعى على المغرق فيها وكليات يلام المفرط فيها. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أولا يذكر تعريف السنة في اللغة، السنة تعني السيرة، السيرة حسنة كانت أو قبيحة. يقول خالد ابن زهير الهذلي: فلا تجزعا من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. فإذا السنة السيرة حسنة أو قبيحة، والطريقة أيضا مأخوذة من السنن وهو الطريق، يقال خذ على سنن الطريق أو سننه. وإذا وردت السنة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كلام الصحابة والتابعين في سياق الاستحسان، فإنما يراد بها المعنى الشرعي العام الشامل للأحكام، اللي هي أحكام اعتقادية والعملية، واجبة كانت أو مندوبة أو مباحة، يعني طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وممكن أن تقول مثلا صلاة الجمعة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا تعني بها الاصطلاح المتأخر الأصولي، وإنما تعني بها إيه؟ طريقة رسول الله، بغض النظر عن حكمها أنها فرض عين. وقال الحافظ: تقرر أن لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب، يعني زي مثلا فعليكم بسنتي، الاصطلاح الأصلي في عصر الرسول عليه السلام وفي عصر الصحابة، إذا استعملوا هذا اللفظ مش زي ما بيقفز إلى أذهاننا نحن الآن، أن السنة في مقابلة الفريضة، التطوع في مقابلة الواجب،
لا، فلفظ السنة إذا ورد في الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يراد به التي تقابل الواجب. يقول الإمام ابن علان في دليل الفالحين على حديث فعليكم بسنتي، أي طريقتي وسيرتي القويمة التي أنا عليها مما فصلته لكم من الأحكام الاعتقادية والعملية الواجبة والمندوبة وغيرها. أما تخصيص الأصوليين للفظة السنة بأنها المطلوب طلبا غير جازم فهو اصطلاح طارئ، ده اصطلاح طارئ، فإياك أن تفهم من لفظ السنة إذا جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه هذا المعنى الطارئ الذي حدث فيما بعد، اللي هو تمييز السنة عن الفريضة. لكن السنة عندهم هي بالمعنى الشرعي العام الشامل للأحكام، سواء كانت اعتقادية أو عملية، واجبة كانت أو مندوبة أو مباحة. وقال الصنعاني في حديث أبي سعيد، الحديث في التيمم، وفيه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة. يقول الصنعاني يعني أصبت الطريقة الشرعية، الطريقة الشرعية عامة. وقال السهار الفوري في بذل المجهود أي صادفت الشريعة الثابتة بالسنة. وفي الصحيح عن عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. يعني قال الحافظ معنى قوله كراهية أن يتخذ الناس سنة أي شريعة وطريقة لازمة. أيضا قال الحافظ معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. قلنا أي لفظ حديث شريف تأتي في كلمة السنة تأخذ معنى الشامل، ولا يصلح أن نحجبها ونحصرها في معنى الإيه؟ ما يقابل الفرض، لأن الناس راح طارئ طرأ فيما بعد. فقط هدفه كان إيه؟ هدفه كان التمييز بين الفريضة وبين المستحب. قال الحافظ رحمه الله تعالى معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن راغب عن سنتي فليس مني، قال المراد بالسنة الطريقة لا التي تقابل الفرض، والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني صلى الله عليه وآله وسلم. إذن بتتبع كثير من النصوص المشتملة على لفظة السنة يتبين أن المراد بها إذا كانت في سياق الاستحسان الطريقة المحمودة والسيرة المرضية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عموما. على هذا فإن مما يجب التنبيه عليه ما قد يقع من بعض المنتسبين للعلم من تنزيل لفظ السنة الوارد في كلام الشارع على المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء، فيحصل الخطأ الفاحش ويخرج بالأحكام عن مراد الشارع. أما السنة في عرف المحدثين فهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة بعد البعثة، وقد يدخل بعض ما قبلها. أما السنة عند الأصوليين، يعني في فرق بين السنة عند الأصوليين والسنة عند الفقهاء، إيه الفرق؟ السنة عند الأصوليين لما يناقشوا بحث السنة، والسنة عند الفقهاء. نعم، السنة عند الأصوليين لما بيناقشوها في علم الأصول بيتكلموا عنها كأيه؟ كأصل، لأن بنتناول أصول الفقه أو الأدلة الشرعية، القرآن السنة وهكذا، فهي يراد بها إيه عند الأصوليين؟ أنها أصل من أصول الأحكام الشرعية ودليل من أدلتها. قال الفتوحي قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي، يعني غير القرآن، وفعله وتقريره، وزيد الهم. والأمدي قال هي ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو ولا هو معجز ولا داخل في المعجز، ويدخل في ذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريره. أيضا بعض الأصوليين يرى أن رتبة السنة متأخرة عن رتبة الكتاب في الاعتبار، يعني الكتاب أولا ثم في مرتبة ثانية تأتي السنة. العلامة الكبير الشيخ عبد الغني عبد الخالق في بحثه الرائع حجية السنة تعرض لهذا البحث وقال السنة مع الكتاب في مرتبة واحدة من حيث الاعتبار والاحتجاج بهما على الأحكام الشرعية. ولبيان ذلك نقول من المعلوم أنه لا نزاع في أن الكتاب يمتاز عن السنة ويفضل عنها بأن لفظه منزل من عند الله متعبد بتلاوته معجز للبشر عن أن يأتوا بمثله، بخلافها فهي متأخرة عنه
في الفضل من هذه النواحي. فالسنة تلي القرآن من حيث إيه؟ أن القرآن كلام الله المعجز المتلو المتعبد بتلاوته بخلاف السنة، لكن ذلك لا يوجب التفضيل بينهما من حيث الحجية بأن تكون مرتبتها التأخر عن الكتاب في الاعتبار والاحتجاج، فتهدر ويعمل به وحده لو حصل بينهما تعارض، وإنما كان الأمر كذلك لأن حجية الكتاب إنما جاءت من ناحية أنه وحي من عند الله، والسنة مساوية للقرآن من هذه الناحية فإنها وحي مثله، فيجب القول بعدم تأخرها عنه في الاعتبار. يعني السنة حجة كما أن القرآن حجة، لأنها وحي كما أن القرآن وحي. أما السنة عند الفقهاء فهي ما طلب طلبا غير جازم، يعني داخل في إيه؟ في المأمور به، لكن الأمر هنا غير جازم بحيث يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا يسمى السنة والمندوب والمستحب والإحسان والنافلة والسنة. فالمندوب ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه ويسمى سنة ونافلة، أو تطوعا أحيانا يسمى تطوعا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مرد الاختلاف في الصلاح الفقهاء في هذه المسألة في تعريف السنة إلى اختلافهم في الأغراض التي يعنى بها كل فئة من أهل العلم. علماء الحديث تعريف السنة عندهم مبني على إيه؟ مبني على تخصصهم، بحثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه أنه أسوة لنا وقدوة، فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال، سواء أثبت ذلك حكما شرعيا أم لا. وعلماء الأصول بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده ويبين للناس دستور الحياة، فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها. وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا تخرج أفعاله عن الدلالة على حكم شرعي، وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة وغير ذلك. ثم يقول: هذا البحث المراد بالسنة فيه ما عناه جمهور الفقهاء، يعني السنة في مقابلة الواجب. البحث هنا ضرورة الاهتمام بالسنن النوافل والمستحبات، وعندما نستدل بالأحاديث والآثار التي ورد فيها لفظ السنة فإنما نستدل بعمومها، لا أنها وضعت للدلالة على السنة بالمعنى الاصطلاحي الفقهي، لأن السنة بمعنى المندوب داخلة في هذا العموم. ثم يعقد فصلا في الحث على التمسك بالسنة، وذلك نقلا من كتاب ضوابط الأحاديث للشيخ يحيى المغربي. يقول: السنة هي الجنة الحصينة لمن تدرعها، والشرعة المعينة لمن تشرعها، درعها صاف وظلها ضاف، وبيانها واف وبرهانها شاف، وهي الكافلة بالاستقامة والكافية في السلامة، والسلم إلى درجات المقامة، والوسيلة إلى الموافاة بصنوف الكرامة، حافظها محفوظ وملاحظها ملحوظ، والمقتدي بها على صراط مستقيم، والمهتدي بمعالمها صائر إلى محل النعيم المقيم. انتهى. يقول: ولقد توفرت النصوص الشرعية وأقوال الصحابة والتابعين المرضية على الترغيب فيها والحث على التمسك بها. فمن الكتاب قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فمن أراد الهداية فليطع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن أراد الهداية فليتبعه، واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن السنة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وفي المسند عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب،
قلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. ينفع نقول نهارها كليلها؟ شبه بعض، ينفع؟ ليه؟ يبقى كده هتنقلب إلى ذم، مش في مشبه ومشبه به، فهنا المشبه به هو الإيه؟ النهار. ليلها كنهارها. فبعض الخطباء أحيانا بيعكس بيتساهل في هذا ويظن الموضوع مش هتفرق، لا ده تنقلب إلى ذم. يبقى ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالشاهد هنا قوله صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني إذن الرسول يخبر أن الناس سوف يتفرقون، ستحصل بينهم فرقة تماما كما هو حاصل الآن بين الاتجاهات الإسلامية وهذه الأشياء. طيب ما العلاج؟ العلاج كل واحد من ناحيته يتنازل يا جماعة عشان لا تلف؟ لا، العلاج هنا موجود في الحديث، قال فعليكم بسنتي، يعني إذا حصل خلاف فعلاج الفرقة هو الإيه؟ التحاكم إلى سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي لفظ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، يذكرون الفقر والخوف من الفقر، فقال الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لا تصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. وزاد الطبراني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد بين لكم. أما أقوال الصحابة والتابعين والعلماء في الحث على السنة فكثيرة جدا، منها ما قاله الزهري رحمه الله كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاه. وتعرفون الإمام البخاري عقد كتابا في صحيح الجامع بعنوان كتاب الاعتصام بالسنة، فهذا شعار ينبغي أن يرفع ويحفظه الناس أجمعون، الاعتصام بالسنة نجاه. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال السنن السنن فإن السنن قوام الدين. وقال الأوزاعي كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة وعمارة المسجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. وعن مالك أن رجاء حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحاله ويهتم به حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك، حتى قيل في ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من شدة تحريه في اتباع السنة كان من رآه وهو يتحرى السنة يقول مجنون. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا كان في الحج مثلا ينزل مكان معين يروح نازل ثم يحيد إلى جهة معينة ثم مثلا يقضي حاجته. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام في رحلة الحج فعل نفس الشيء، فكان شديد التحري لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم. الإمام النووي ترجم لهذا الحديث فقال باب جواز أكل المرق واستحباب أكل اليقطين، اليقطين اللي هو القرع يعني. فهنا لو تلاحظون يعني أن أنس رضي الله عنه وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفة، كان يحب الإيه؟ الدباء اللي هو القرع يعني، فكان يتتبعه ليأكله. فانظر إلى الانطباع الذي نقل إلى أنس مباشرة فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم.
والله إن حالنا في غاية العجب. يعني الشباب اللي دلوقتي عندهم حاجة اسمها إيه؟ يسموها سكين هيد، اللي بيحلق رأسه خالص ده أصبحت موضة. مادام جاية كموضة تستحسن وتقبل ويتجاوز عنها ويتصالح معها، شيء مقبول، هو حر ما لم يضر. لكن كان بعض الناس فيما مضى إذا أتوا من العمرة أو الحج حالقي رؤوسهم يستحيون، وربما تلقوا من الناس نوعا من الاستنكار لما كانوا يعرفون مثل هذا، كان شيء نادر في الناس، والبعض كان يريد أن يحلق ويخاف أن يحلق من الضغط الاجتماعي. فانظر إلى الغربة كيف أنهم إذا أتت من جهة الشرع يستغربون، لكن إذا أتت من جهة الموضة فأهلا وسهلا ومرحبا. تقصير البنطلون، تيجي موضة مش بنطلون بيلبسوا البرمودة ومش عارف وكذا وكذا، عادي إذا موضة سمعنا وأطعنا. طيب أنا أفعلها حبا لرسول الله عليه السلام، مش موضة بقى يعني يقصر الثياب بحيث لا تتجاوز مثلا كعبين يعني. فإذا أتت من السنة يقولون هو الإسلام شكليات، هو الإسلام جزئيات، والمسلمون يذبحون أنتم تتكلموا في كذا وكذا، لكن إذا أتت من جهة الموضة فما في أي اعتراض يعني. وهكذا تجد العجائب في هيئات الشباب، لأنهم يحبون من يقتدون بهم سواء من لاعب الكرة أو الفنانين أو كذا أو كذا. فهل يعاتب من يتبع السنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي الفريقين أحق بالثناء وبالاستحسان وبالتقدير؟ فحق من يتبع الرسول عليه السلام، إن ده نقدر نتجاوز ونسميه نوع من الالتزام الحزبي، نحن نلتمي إلى حزب الله، حزب أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار وأهل السنة قاطبة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلام يعاتب أو ينفر ممن يدعو إلى اتباع هذه السنة. فانظر إلى أنس بن مالك، مجرد ما رأى الرسول عليه السلام يتتبع الدباء وقع في غرام الدباء، وقع في حب القرع من يوم ما إيه موجد الرسول يحبه، هو ما أمروش به، لكن دي ثمرة الحب، هذه ثمرة الحب. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يقاوم الرغبة في التشبه به في كل هديه صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيعه. فهذه هي المسألة باختصار، أن من عمر قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعني يتشبث بهديه ويجتهد في التشبه به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلم أزل أحب الدباء من ذلك اليوم. وعن عبد الله بن الديلمي قال بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنن. يعني الدين حتى يغترب ويذهب مش هتكون فجأة، لكن بتيجي بنوع من التدرج. فأولا يترك السنن، ثم بعد ذلك يظل التهاون في الناس حتى يتركوا الفرائض. بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنن، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وعن عبد الله بن عون رحمه الله تعالى قال ثلاث أرضاها لنفسي ولإخواني: أن ينظر هذا الرجل المسلم القرآن فيتعلمه ويقرأه ويتدبره وينظر فيه، والثانية أن ينظر ذاك الأثر والسنة فيسأل عنه ويتبعه جهده، والثالثة أن يدع الناس إلا من خير. وعن الفضيل بن عياض قال إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة. الحقيقة بركة اتباع السنة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هذه تعم الجميع، البركة بتنزل على الجميع. والإنسان كان يستبشر في الحقيقة في رمضان، خاصة حينما كنا نرى عموم المسلمين يتزاحمون زحاما لم يسبق له مثيل في صلوات القيام، بغض النظر عن مخالفات السنة الموجودة في بعض المساجد، لكن عموما الصورة تعكس ما في داخل هؤلاء الناس من الحب للإسلام والولاء لهذا الدين، وأنه مهما حاول أعداء هذا الدين التنفير والطعن والصد عن سبيل الله، لكن الولاء والحب لهذا الدين موجود في قلوب الناس. فلذلك هذا أقرب إلى يعني دعوتهم، أن نعاملهم على أنهم منا لا على أنهم كذا أو كذا مما يحصل من بعض الناس. فالبركة ستعم ما يدرك، لعل الله يدفع عن بلادنا الشرور الكثيرة بسبب هؤلاء الناس الذين كانوا يصلون القيام أو تستجاب دعوة من دعوتهم الصالحة في دفع الضر عن المسلمين. يقول الفضيل بن عياض إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة. فإحياء السنة حياة للمسلمين وعصمة ودفع للنقم والكروبات. وعن أحمد ابن محمد بن سهل بن عطاء قال من ألزم نفسه آداب السنة غمر الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله وأخلاقه والتأدب بآدابه قولا وفعلا ونية وعقدا. وعن الجنيد
قال الطرق كلها مسدودة على الخلق، يعني في طرق كثيرة جدا كل منها يدعى أن هذا يوصل إلى الجنة. فالجنيد يقول الطرق كلها مسدودة على الخلق، لا يوجد طريق منها يؤدي إلى الجنة إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طريق الخيرات كلها مفتوحة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال العلماء إن من جوز أن يكون هناك طريق إلى الجنة بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طريق اتباعه فهو كافر. من قال إنه يجوز أن توجد طريق توصل إلى الجنة بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام غير طريقه فهو كافر، لأن هذا مما يقطع به من المقطوع به ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم سدت كل الطرق التي تؤدي إلى الجنة إلا الطريق الذي على رأسه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن سهل ابن عبد الله التستري قال أصولنا ستة أشياء. ده بقى كلام الصوفية اللي هم متبعين للسنة، صوفية السنة وليس صوفية البدعة، مع التجاوز عن تعبير الصوفية. يقول سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله أصولنا ستة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى، والاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، وأداء الحقوق. وقال على هذا الخلق من الله أن يلزموا أنفسهم سبعة أشياء: فأولها الأمر والنهي اللي هي الفرائض يعني، ثم السنة، ثم الأدب، ثم الترهيب، ثم الترغيب، ثم السعة. فمن لم يلزم نفسه هذه السبعة ولم يعمل بها لم يكمل إيمانه، ولم يتم عقله، ولم يتهنأ بحياته، ولم يجد لذة طاعة ربه. وقال القاضي عياض أصول مذهبنا ثلاثة: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأفعال، والأكل من الحلال، وإخلاص النية في جميع الأعمال. أما فوائد العمل بالسنة، فالإنسان كما قال بعض العلماء في مقدمة الكلام قال حافظها محفوظ وملاحظها ملحوظ، يعني كأنه يقول لك احفظ السنة يحفظك الله، حافظها محفوظ، وملاحظها الذي يبحث عنها ويجسدها أمامه ويراها ويراقبها ليقتدي بها، وملاحظها ملحوظ، فتلحظه العناية الإلهية في المقابل والجزاء من جنس العمل. كما أن الإنسان يحافظ على الطعام والشراب ينبغي أن تكون محافظته على السنة. يقول ومتى حافظ المسلم على السنة محافظته على الطعام والشراب الذي به قوام البدن أو أشد غمرته الفوائد الدينية والدنيوية، كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى. وفي اتباع السنة، هذا كلام ابن قدامة في فوائد اتباع السنة، وفي اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. وقال ابن حبان رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه وإن في لزوم سنته تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفأ سرجها ولا تضحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتنا حبله، ومن تمسك به ساد ومن رام خلافه باد. فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل، والمغبوطون بين الأنام في العاجل. وقال الغزالي رحمه الله تعالى، وهذه العبارة في الحقيقة من أروع عبارات الغزالي في هذا الباب فتأملوها جيدا، يقول رحمه الله اعلم أن مفتاح السعادة في اتباع السنة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مصادره وموارده وحركاته وسكناته، حتى في هيئة أكله وقيامه ونومه وكلامه. لست أقول ذلك في آدابه في العبادات فقط، لأنه لا وجه لإهمال السنن الواردة في غيرها، بل ذلك في جميع أمور العادات، فبه الاتباع المطلق، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لم يقل فاتبعوني في العبادات أو فاتبعوني في كذا، لم يحصرها لتدل على الاتباع المطلق في كل ما يأتي ويذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
فهل بعد ذلك يليق بعاقل أن يتساهل في امتثال السنة فيقول هذا من قبيل العادات فلا معنى للاتباع فيه، فإن ذلك يغلق عنه بابا عظيما من أبواب السعادة. انتهى كلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. ويقول القاضي عياض: وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس. وقد قال أنس حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة: فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وهذا الحسن ابن علي وعبد الله بن عباس وابن جعفر رضي الله عنهم أتوا سلمى وسألوها أن تصنع لهم طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم مش مهم الطعام يكون إيه، بس مهم يكون شيء كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبس النعال السبتية، نعال عليها شعر، ويصبغ بالصفرة، يصبغ الشيب بالصفرة، إذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يقول الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى: فلو أن كل فرد من أبناء هذه الأمة نشأ وبين عينيه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها آدابه وأخلاقه وحركته وسكونه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لنشأ جيل إيمانه كالجبال يقذف الرعب في قلوب أعدائنا على مسيرة شهر، وينهض بالأمة إلى أعلى ما تصبو إليه من السعادة والسيادة. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر ثمار وفوائد اتباع السنة وتحريها. يقول: أولا، من أهم ثمرات اتباع السنة الوصول إلى درجة المحبة، محبة الله عز وجل لعبده المؤمن. قال ابن القيم رحمه الله: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني يشبه حال الناس في دعوة محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما يحصل في القضاء، أناس يدعون أشياء ويكثر المدعون، كل يقول: هذه الأرض ملكي مثلا، فألاف من الناس يقولون هي ملكي، فماذا يفعل القاضي؟ هيقول لهم إيه؟ البينة على من ادعى. من يدعي دعوة لابد أن يأتي عليها ببينة، كما يقول الشاعر: إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع أم أجفاني، لا يقبل مدع بلا برهان. فالناس بتقول دائما في الحمام أنه إيه، بيبكي للفراق والغربة ونحو ذلك، ولك ناح الحمام على الباني يعني على الغسل. فهنا بيقول لا، بيقول: إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان، هل من شأنك أنت أن تحزن أم أنا؟ ويقول الآخر: وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تبكى. كل ناس تدعي محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. من الذي ينجح في الامتحان؟ من يتبعه في هديه الشريف صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذه العبارة لابن القيم: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. الخلي الذي ليس في قلبه معاناة أو شجن أو شيء من هذا، فلادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم حين طلبوا بالبينة، كل انسحب، وثبت أتباع الحبيب، هؤلاء الذين ثبتوا. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به،
وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن هذا يدل على أن النوافل بعد الفرائض طبعا هي سبب من الأسباب التي تجلب محبة الله تعالى للعبد. هو اللي مش المهم أنك أنت تحب الله، لأن شيء طبيعي أن المخلوق يحب من أحسن إليه بإيجاده من العدم وبالنعم التي لا تعد ولا تحصى. طبعا لازم تحب الله سبحانه وتعالى، لكن الشأن في إيه؟ في أن يحبك الله. ولذلك قال: قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لأن الشأن في أن هو يحبك. فهذا الحديث فيه دليل على أن النوافل من أعظم أسباب نيل درجة المحبة، يعني محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. فمن أحبه الله تعالى كان سمعه الذي يسمع به، بمعنى أن الله يوفقه لسماع أحسن الكلام ويصرفه عن سماع سيئه. وكان يده التي يبطش بها، يعني أن الله يوفقه لاستعمال هذه الجارحة في حدود الشرعيات من الكسب المباح وإنكار المنكرات وتناول الطيبات، كما يوفقه إلى كفه عن كل محرم تستطيع تناوله وأخذه. وكنت بصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها، يعني يوفقه الله إلى أن يستعمل هذه الجوارح في طاعته تبارك وتعالى. من بركات هذه المحبة التي تحصل لمن يتبع السنة ما جاء في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببها، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا لفظ البخاري. هذا كله ثمرة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ترتب عليها أن فاتبعوني يحببكم الله. أيضا من بركات المحافظة على النوافل أنها تجبر كسر الفرائض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. قال: يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. يعني في الحج، في العمرة، في الصدقة، في الصيام، التطوع والنافلة تجبر الكسر والتقصير الذي حصل في الفرائض. ومما لا ريب فيه أن الإتيان بالفرائض كما أرادها الله عز وجل متعذر على أكثر الناس، إذ لا يخلو عملهم من نقص كترك الخشوع في الصلاة وعدم الطمأنينة فيها، واللغو والغيبة والنميمة حال الصيام، والجدال والفسق في الحج إلى آخره. كل هذه وأمثالها يؤاخذ العبد بها وتنقص ثواب فرضه، إلا أن الله عز وجل لجزيل فضله وسعة رحمته جعل للعبد ما يتمم هذا النقص ويقوم هذا الخلل، وذلك بمحافظته على ما شرع من السنن والنوافل. فلا يليق بعاقل بعد هذا أن يزهد فيما يتمم ويكمل فرضه ويدنيه من رضاء ربه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: المندوب إذا اعتبرته اعتبارا أعم من الاعتبار المتقدم وجدته خادما للواجب. المندوب مثل الخادم للفريضة، لأنه إما مقدمة له مثل السنن القبلية، أو مثل مثلا صيام شعبان لأنه يعتبر سنة قبلية قبل صيام الفريضة، أو تكميل له، أو تذكار به، كان من جنس الواجب أو لا. فالذي من جنسه كنوافل الصلوات مع فرائضها، ونوافل الصيام والصدقة والحج وغير ذلك مع فرائضها، والذي من غير جنسه كطهارة الخبث في الجسد والثوب والمصلى والسواك وأخذ الزينة وغير ذلك مع الصلاة، لأن هذه كلها نوافل لكن ليست من جنس الصلاة، لكن هذه أيضا تعجيل الإفطار، تأخير السحور، كف اللسان عما لا يعني في الصيام وما أشبه ذلك. فهذا لاحق بقسم الواجب بالكل، وقل ما يشذ عنه مندوب يكون مندوبا بالكل والجزئي. يعني هذا يدل على أن النوافل عموما هي عبارة عن خادمة للواجب، خادمة للواجب، إنها إما تكون مقدمة له أو تكميلا له أو تذكارا به حتى لو لم يكن من جنسه. من ثمرات
التمسك بالسنة أن للمتمسك بالسنة فضلا كبيرا، ويزداد فضله رفعة كلما كان الزمن زمن إعراض عن السنة وزمن إيذاء لمن تمسك بها، لأن في زمن الغربة يقل الأعوان على الخير، فبالتالي يزداد الأجر، لأن القاعدة كما في حديث عائشة: أجرك على قدر نفقتك ونصبك، على قدر المشقة بقدر ما يعظم الأجر. فلا شك أن الذي يعيش في مجتمع يعظم السنة ويعظم أهل السنة ويعظم العلماء وطلبة العلم والعباد ونحو ذلك، لا شك أن هذا يعين على هذا الخير. لكن من يثبت نفس الثبات في مجتمع يعاني فيه من الغربة، لا شك أن المعاناة تكون أشد في هذه الحالة. فكم نسمع رجل يرفض زواج ابنته لأن المتقدم لها أخ ملتزم، أنا لا أريد ملتزمين مثلا، أو في أي مكان كثير من الأماكن تتواجد فيها ينظر لك أنت المتطرف أنت الإرهابي أنت كذا، إلا من رحم الله. فبلا شك أن هذا يزيد الغربة ويزيد المعاناة، فبالتالي إذا ثبتت على السنة فلك أجر أعلى بكثير ممن عاش في وضع هو أخف مما أنت فيه. وعن عتبة بن غزوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. أيام الصبر التي يضطهد فيها المتدينون ويشنع عليهم بها ويحاربون من أجل تمسكهم بها، للثابت على السنة في هذا الزمان أجر 50، 50 واحد من الصحابة يفعل نفس الفعل. طبعا ده لا يعني أن يكون متأخر أفضل من الصحابة، لأن الصحابي عنده في ميزان أعماله شيء لا يقادر، وهو أنه رأى رسول الله وآمن به صلى الله عليه وسلم واتبعه الحق وبذل في تمكين الدين، لكن هذا بالنظر إلى العمل نفسه لا إلى العامل. فيقول: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. فهي الصحابة قالوا: إذا الرسول يظهر إيه عليه السلام كأنه لم يقصد هذه الكلمة، قالوا: يا نبي الله، أو منهم 50 واحد منهم هم من الناس اللي عايشين معاه، قال: بل منكم أجر 50. فالموضوع يستحق الصبر، المعاناة تستحق الصبر، أن عند الصباح يحمد قوم السرى وعند الممات يحمد قوم التقى. فالعبرة بالنهاية، مش العبرة أثناء الرحلة ماذا تكون المعاناة، العبرة أن من يصل أخيرا إلى الجنة وإلى الفوز العظيم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له، ورواه أيضا أحمد الشيباني، أثرا تضمن أجر 50 امرئ من صحب أحمد خيرة الرحمن، إسناده حسن ومصداق له في مسلم، فافهمه فهم بياني، إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهاني. يشير إلى حديث في مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج هي الفتن واختلاط أمور الناس وكثرة القتل إلى آخر. إن العبادة وقت هرج هجرة حقا إلي وذاك ذو برهاني، هذا فكم من هجرة لك أيها السني بالتحقيق لا بأماني، هذا وكم من هجرة لهم بما قال الرسول وجاء في القرآن، ولقد أتى مصداقه في الترمذي لمن له أذنان واعيتان، في أجر محيي سنة ماتت فذاك مع الرسول رفيقه بجنان، هذا ومصداق له أيضا أتى في الترمذي لمن له عينان، تشبيه أمته بغيث أول منه وآخره فمشتبهان. نشير إلى حديث: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره، فلذاك لا يدري الذي هو منهما، قد خص بالتفصيل والرجحان، ولقد أتى أثر بأن الفضل في الطرفين أعني أولا والثاني، والوسط ذو ثبج فأعوج، هكذا جاء الحديث وليس ذا نكران. أيضا في العمل بالسنة عصمة من الوقوع في البدع. يقول أبو محمد عبد الله بن منازل رحمه الله: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضييع السنن، ولم يبتل بتضييع السنن أحد إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. ولذا قال السلف:
الاعتصام بالسنة نجاة، يعني نجاة من كل ما يعيقه عن الطريق، خاصة البدع التي هي بريد الكفر. فالبدع إنما تفشو في تلك المجتمعات التي انطفأ نور السنة فيها، فلم تر جاهرا بها ولا داعيا إليها ولا حاثا على امتثالها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. أيضا الحرص على القيام بالسنن من تعظيم شعائر الله، والله عز وجل يقول ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله عام في جميع شعائر الله، وليس فقط المناسك والهدايا والقربان للبيت. ومعنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد. فمثلا الهدي يكون مراعاة السنة فيها بإيه؟ أن تكون سمينة حسنة اللي هي تذبح. فالمعظم لهذه الشعائر يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. وإن من أعظم شعائر الله تعالى السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمحافظة عليها والوصية بها من إجلال هذه الشعائر وتعظيمها المنبعث من ذوي تقوى القلوب. أيضا من فضائل وثمرات اتباع السنة أن للعامل بالسنة مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجرهم شيئا، كما في الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أيضا في الالتزام بالسنة أمن الافتراق، يعني العلاج الحقيقي للفرقة بين المسلمين هي أن يجتمعوا على اتباع السنة، وليس يجتمعوا ضد السنة، لكن يجتمعوا على اتباع السنة، لأن الاعتصام بالسنة يمنع الخلافات التي تؤدي إلى العداوة والبغضاء. لذلك يقول شيخ الإسلام: والبدع مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. فيقال أهل السنة والجماعة وأهل البدع والافتراق، لأن السنة تؤدي إلى الاجتماع والتآلف. يقول تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال قتادة: يعني أهل البدع. فأهل البدع هم أهل الاختلاف والتفرق لتركهم السنة واتباعهم السبل. قال عبد الرحمن بن مهدي: وقد سئل مالك بن أنس عن السنة قال: هي ما لسم له غير السنة، وتلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال مجاهد: المختلفون هم أهل الباطل، إلا من رحم ربك. قال: فإن أهل الحق ليس فيهم اختلاف. وعن عكرمة: ولا يزالون مختلفين، يعني في الأهواء، إلا من رحم ربك، قال: هم أهل السنة. وعن عمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس: إن أهل الرحمة لا يختلفون. طبعا مقصود لا يختلفون اختلافا إيه؟ يضرهم. ممكن يختلفون في الفروع شيء عادي، لكن الكلام هنا اختلاف في الإيه؟ في أصول الدين. وفي وصية أبي العالية أنه قال: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فقال الحسن البصري رحمه الله: صدق ونصح. وكان إبراهيم التيمي يقول: اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم من الاختلاف في الحق، ومن اتباع الهوى، ومن سبل الضلالة، ومن شبهات الأمور، ومن الزيغ والخصومات. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.